هذا لطف منكما. فكرت أنكم قد تخافون من العاصفة فجئت أطمئن عليكم. أرجوكم اهدأوا جميعكم وحاولوا أن تناموا. لا يمكنني النوم. وأنا كذلك. لم لا تروي لنا قصة؟ أجل أرجوك. حسنا لنرى. أي قصة سوف أخبركم؟ شكراً لك شهريار لأنك جئت لتطمئن علينا. هيا شهرزاد قصي علينا قصة. نعم. إنها قصة عن سندباد. أجل. أبحر هو وطاقمه ليخوض مغامرة مثيرة، وبينما هم في طريقهم إلى الغرب كانوا يفكرون في أمر واحد. لقد تهنا. هراء، من هنا بدأنا وإلى هناك سنذهب. حسناً، ولكن أين نحن الآن؟ هل يجب علي القيام بكل شيء؟ أنت هو القبطان. لا داعي لتتأثري. مهلا لحظة، وجدتها. سنبحر ونستدل بالنجوم حالما تغيب الشمس. أنا عبقري. ولكن هل أنت مجنون؟ لا يمكنك أن ترى النجوم. أرى اليابسة. حقاً؟ أجل، هناك فوق. إنه جبل ضخم وهو يتجه نحونا.